نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد القيد المعالجات على تطبيقكم تيمو. قم بضغط هنا تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، من ثم سوف نقوم بضغط هنا حسابي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على طلباتك، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على قيادة المعالجات، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع قيادة المعالجات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.